قناة عشبة، فوائد الأعشاب الطبيعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لا تعرفه عن الكركديه وطريقة عمل الكركديه للضغط. ما هو الكركديه؟ هو نوع من النبات ينتمي إلى الفصيلة الخبازية، وهو من النباتات الشجيرية، حيث يصل ارتفاع شجيرة الكركديه إلى حوالي مترين. وأشهر المناطق التي يزرع فيها هو حوض وادي النيل، وخصوصا في جنوب مصر وفي السودان والصين وفي المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. والجزء المفضل والمستعمل في الكركديه هو البتلات التي تحيط بالزهرة، بعد تجفيفها يصبح لونها أحمر داكن. وقد عرفه الفراعنة في قديم الزمان واستعملوه في وصفاتهم العلاجية، وقد ذكر عن الكركديه في مخطوطات الفراعنة. العناصر الغذائية في الكركديه: يوجد في الكركديه الكثير من العناصر المهمة، حيث يوجد به نسبة تقارب 20% أحماض نباتية، مثل حمض الستريك وحمض أكتون وحمض الماليك وحمض التارتريك، وبه الكثير من المكونات الكيميائية مثل الأنثوسيانين. ويحتوي الكركديه على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين B1 وفيتامين B2 وفيتامين C، وفيه الكثير من الأملاح والمعادن الغذائية مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم، وبه أيضا نسبة من البروتينات النباتية. فوائد الكركديه: يحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، يحافظ على توازن السوائل في الجسم، مفيد جدا للكحة والسعال، يقلل من عملية لزوجة الدم، يقتل الميكروبات ويقوي جهاز المناعة في جسم الإنسان، يعتبر مادة ملونة للكثير من الأطعمة والمربى، مفيد جدا لعضلة القلب، طارد للسموم من الجسم، يخفف من الإمساك والمشاكل الهضمية، يخفف من احتقان القصبة الهوائية ومشاكل الجهاز التنفسي. يفيد عصير الكركديه في التخلص من احتباس البول، فهو من النباتات التي تدر البول. يحافظ على ضغط الدم ويمنع الضغط من الارتفاع إذا كان عصيرا باردا، ويمنع نزول ضغط الدم إذا كان شايا ساخنا. يحافظ على صحة الشرايين. بذور الكركديه تزيد الخصوبة لدى الرجال. فوائد الكركديه للضغط: أولا، للضغط المرتفع. عصير الكركديه مفيد جدا للضغط المرتفع، فهو يعتبر من مدرات البول، وينصح به لمن يعانون من الضغط المرتفع، حيث يتم نقع كمية من الكركديه في ماء عادي لفترة من الوقت حوالي 5 ساعات تقريبا، ثم يصفى بعد ذلك ويؤخذ العصير ويضاف له القليل من السكر ليصبح طعمه مستساغا، ويشرب منه 3 مرات يوميا بعد أو قبل وجبات الطعام، وهنا يكون مفعوله، ويبدأ بعد فترة من الوقت بإدرار البول، ويجب عدم تناول أصحاب الضغط المنخفض من عصير الكركديه. ثانيا، للضغط المنخفض. شاي الكركديه مفيد جدا للضغط المنخفض، فهو يرفع الضغط إلى الحدود الطبيعية لمن يشكون من تدني ضغطهم. طريقة عمله مثل طريقة عمل الشاي العادي، حيث نغلي الماء ثم نضع عليه حفنة من الكركديه وندعه يغلي قليلا، ونضع عليه السكر حسب الرغبة، ويتم شرب الكركديه وهو ساخن كي يعطي مفعول رفع الضغط. يجب عدم شرب شاي الكركديه من قبل الأشخاص الذين لديهم ضغط مرتفع. انتهت حلقتنا لهذا اليوم. كان معكم رأفت من قناة عشبة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.